منذ الصباح توجهنا برفقة قيادة الشرطة ومحافظة ريف دمشق وأيضا الهيئة العامة للغوطة الشرطية باتجاه حواجز الأشعري وأيضا حواجز بيت سوى لإزالة آخر السواتر الترابية في الغوطة الشرطية. منذ قليل تصافح عناصر الحواجز فيما بينهم، والحمد لله الآن فتحت الطرقات أمام المدنيين بشكل كامل. اليوم نحن نقوم في قيادة الشرطة وجميع الفعاليات المدنية بتطبيق بنود الاتفاق الموقع بين الأخوة في جيش الإسلام والأخوة في خيلق الرحمن من خلال فتح الطرقات للمدنيين وتيسير مرورهم. فتحنا بالأمس طريق حمورية مسرابة ومديرة مسرابة وحرسة مسرابة، واليوم نتابع هذه المهمة. فتحنا طريق حمورية الأشعري إلى منطقة الشوفونية، والآن نتوجه إلى منطقة الأشعري بيت نايم لفتح الطريق إلى منطقة المرج.